الوتر الرابع اللي على الجيتار. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم في حلقات قراية النوتة وحلقات اسامي النوتة على المدرج الموسيقي. النهاردة هناخد الوتر الرابع. الوتر الرابع اللي عندنا دوت اسمه وتر الري. قبل ما نتكلم عن اوتار الجيتار في المجموعة بتاعتنا، احب نراجع مع بعض مجموعة الازمنة بتاعت النوت الموسيقية اللي احنا غالبا هنستعملها. اول زمن عندنا النوتة الكاملة. النوتة الكاملة دي مش عدة واحدة للأسف، هي أربع عدات، يعني زمن النوتة الكامل أربع عدات، نصها هاف نوت، يعني هيبقى زمنها اتنين بس. فأنا بعزف النوتة وعد اتنين، واحد اتنين، وعزف النوتة اللي بعدها. طب نص الهاف ايه؟ هيبقى كورتر، اللي هي العدة الواحدة، اللي هو احنا غالبا بنلاقيه على المترونوم. بيقولك المترونوم ده 60 عدة في الدقيقة. 60 عدة من أنهي نوع؟ من النوع رقم ربع النوتة، ده اللي هو أربعة ده. عشان كده انت هتلاقي دايما التايم سيجنتشر اللي هو بيبقى موجود في اول المزوره 4 على 4، يعني 4 من ربع النوت، 4 من ربع النوت الكامله دي، 4 من الواحده عدة الواحده، 4 عدات في المزوره الواحده، 4 على 4، 6 على 4، 5 على 4، 7 على 4، على حسب لو انت هتعد بالعده الواحده اللي هي كورتر نوت. دي عباره عن عده واحده، يعني اللي احنا قلنا قبل كده الهول نوت هتبقى 4 عدات، 2 3 4 هاف نوت 2، ودلوقتي العده بتاعتنا 1 1 1 1. فكل مره اعزف النوته ديت اعد العده ديت اللي هي بتترسم عندنا بالرسمه بتاعه الدايره ديت بس السوداء وفيها عصاية. في زمن تاني بعد الواحد ده، بعد اللي هي اسف بعد اللي هي كورتر نوت، احنا قلنا الهول نوت 4، الهاف نوت 2، الكورتر 1، في واحدة كمان التمن بقى، يعني ربع النوتة يتقسم اتنين التمن. يعني بدل ما اقول واحد انا بحاول اقسمها بصوتي عشان ايه اعرف اقسمها اتنين، تبقى واحد واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة. خلي بالك كل واحدة واحد، في نوتين نوتين في العدة الواحدة. لو انت بتقرا كتاب انجليزي الهول نوت الامريكاني ديت هيسموها سيمي بريف. تاني حقا نوتة اللي هي هتبقى الدايرة فاضية برضو بس فيها عصاية سواء فوق او تحت. الدايرة دي الفاضية اللي ليها عصاية فوق او تحت دي بتبقى هاف نوت بالامريكاني، بالانجليزي بيسموها مينيم. بالنسبة للكورتر نوت اللي هي بالامريكاني اللي هي العدة الواحدة ديت بيسموها الاخواننا الانجليز كروتشت. التمن بتاع النوتة اللي هو اللي بنقسم النوتة الواحدة اللي هي كورتر نوت دي اتنين، دي بيسموها الانجليز كويفر. المدرج الموسيقي عندنا خمس خطوط واربع مسافات. المسافات الاربعة دي سهلة قوي، حروف كلمة بالانجليزي فيس، اف اي سي اي، فيس وش. خمس خطوط ليهم جملة مشهورة، every good boy does fine، every e g b d f، every good boy does fine، سهل جدا، e g b d f. نيجي بقى للوتر الرابع ده نفسه. الوتر الرابع ده نفسه احنا لو قلنا اسامي الخطوط الخمسة بتوعنا، every good boy does fine، e g b d f البدايات بتاعتها. طب والمسافات f a c e. الدي ديت احنا مش موجود عندنا الا في does fine الري اللي احنا عزفناها، دي اللي موجود عندنا عالية دي. طب امال الري ديت ايه حكايتها يا جدعان؟ الري دي تحت المدرج على طول، زي السول اللي هي قاعدة فوق المدرج من فوق، الري قاعدة تحت المدرج ما طلعتش لسه عليه، بس هي اخر نوتة عندي تحت المدرج قبل ما اوصل لأي نوتة تانية. فالري ديت اللي هو الوتر الفاضي عندي، وعندك المي بعد كده اللي هي بالصباع التاني على الوتر الرابع، والفا بعدها على طول بالصباع التالت. يعني هناخد تمرين على الوتر الرابع بتاع الجيتار. التمرين دوت احنا عندنا
ما اخدناش مينيمز كتير او ما اخدناش هاف نوت كتير عندنا في التمرينات، فهناخد واحدة النهاردة. فاول نوتة عندي هتبقى الري، والتاني حاجة المي، والاتنين مينيمز. تو تو فا تو ثري فور تو تو. هيبقى الزمن بتاعها كالآتي: ري اتنين، مي اتنين، فا اتنين، تلاتة، أربعة، فا، مي، ري اتنين، ري، مي، ري اتنين. ده أسامي النوتة بالعد بتاعنا على التمرين بتاعنا ده. إخوانا بتوع الجيتار الأكوستيك أو الكلاسيك، الصباع بتاعنا بتاع الإبهام أخيرا هيسيب مركنه اللي موجود على الوتر السادس وهينزل عشان يلعب على الوتر ده. الوتر ده غليظ ومحتاج ان احنا نلعب عليه بالصباع الإبهام. انت بتعزف عليه عادة بالصباع الإبهام بجنب الضفر مع اللحم، يعني الاتنين بيبقوا شبه مع بعض بالحركة دي. طيب عندنا اول نوتة في التمرين ده هتبقى ري اتنين ومي اتنين. تو ثري فور تو تو. دي كانت حلقة الوتر الرابع، واشوفكم الحلقة الجاية.